اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 in unit 5 or lesson 7 which is entitled comparing the measures of angles in a triangle. استكمالا للليسونز بتاعه يونت 5 اللي بتتكلم عن الجيومتريكال لوجيك بتوين السايدز اند الانجلز. النهارده هنشوف ازاي نعمل كومباريزون بتوين الانجلز وهنشوف الحاجات اللي هقدر استند عليها علشان اعمل عمليه المقارنه دي. طيب نيجي نشوف مع بعضنا الثيورم بتاعت الليسون. بيقول لي ان تراينجل، لو انا عندي تراينجل اف تو سايدز هاف ان ايكوال لينسز، لو عندي تو سايدز الاثنين دول مختلفين في اللينس، زين ذا لونجر اللي هو السايد الاكبر از اوبوزيت تو ذا انجل اوف ذا جريتر ميجر. يعني لو عندي تراينجل، التراينجل ده فيه عندي تو سايدز ان ايكوال، يبقى الانجل اللي قدام السايد الكبير هتبقى greater than الانجل اللي قدام السايد الايه الصغير. يعني لو انت عندك كده ادي تراينجل اهو، لو انا عندي الاي بي ده greater than الاي سي، لازم الانجل اللي قدام السايد اي بي اللي هي الانجل دي تكون اكبر من الانجل بي اللي هي قدام الايه السايد اي سي. يبقى بناء على المقارنه ما بين اللينسز ما بين السايدز وبعضها اقدر اقول الانجل دي كبيره او الانجل دي صغيره. الانجل الكبيره لازم يبقى قدامها سايد كبير، والانجل الصغيره بيبقى قدامها سايد صغير. طيب نيجي نشوف ريمارك مهمه جدا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت عندك تريانجل لازم اكبر انجل فيه تكون جريتر ذان 60، واقل انجل فيه لازم تكون ليس ذان 60. تعال نفهم الحكايه دي. لو انا عندي ايكوالاترال تريانجل، ايكوالاترال انا عارف ان 3 انجلز ار ايكوال ان ميجر. طيب وكل واحده فيهم بكام؟ كل واحده فيهم ب 60. ينفع اقول ان كل واحده تبقى مثلا ب 55؟ طبعا مستحيل، لان لازم كلهم يقفلوا معايا 180. وبالتالي علشان واحده تبقى اكبر من الثانيه لازم تعدي ال 60. يعني فور اكزامبل لو انا عندي 65 هيبقى قدامها واحدة 55 عشان يقفلوا كلهم ال 180. ينفع يكون أقل أنجل greater than 60؟ مستحيل. تعالى كده هات تريانجل حط فيه أنجل مثلا 70، تمام؟ وحط لي التو أنجلز التانيين أي إيه؟ أي تو راندوم نمبر عشان يقفل الإيه ال 180. هتلاقيها ما ينفعش أبدا تيجي معاك ال 70. يعني فور إكزامبل خد 70 وخد أنذر 70 يبقى 140. يبقى التالتة كام؟ التالتة 40. يبقى التالتة 40 دي ايه؟ دي less than 60. يبقى هنتفق مع بعضينا اكبر انجل لازم تكون اكبر من 60، واقل انجل لازم تكون اقل من 60. الحاجات دي في الكومبليت كتير. طيب نيجي نشوف اكزامبل 1. انت عندك كوادريلاترا زي ما انت شايف اهو، وعندك مجموعة لينسز عليه. بيقول لي بروف ذات الميجر اوف انجل دي سي بي، دي سي بي greater than الميجر اوف انجل دي اي بي. يعني دي كلها greater than دي كلها. انا عشان اقارن ما بين الانجلز لازم عينيا تروح للسايدز. السايدز هي اللي هتتخذها تول ليا او معيار ان انا افرق ما بين الانجلز وبعضهم. طب تعال نبص هنا كده للانجل دي، الانجل 1 دي والانجل 2. طبعا احنا هنعمل الكونستراكشن اي سي في التريانجل اي دي سي. لما تيجي تبص للانجل 1 قدامها سايد اللينس بتاعه 4 سنتيمتر، والانجل 2 قدامها سايد اللينس بتاعه 3 سنتيمتر. سنس ان اللينس ده اكبر من اللينس ده يبقى لازم الانجل 1 اكبر من الانجل 2. طب نيجي نشوف الترانجل اللي تحت. الترانجل اللي تحت عندي الانجل 3 والانجل 4. الانجل 3 قدامها 5 سنتيمتر، الانجل 4 قدامها 2 سنتيمتر. ده معناه ان الميجر اوف انجل سي جريتر ذان الميجر اوف انجل 4، عشان الانجل 3 قدامها سايد اكبر من السايد اللي قدام الانجل 4. بس خد بالك كل الكلام ده لازم يكون انسايد تريانجل، يعني لازم المقارنات دي تعملها في الانجلز اللي جوه تريانجل. طب تعالى نشوف نكتب البروف ازاي. اولا ان تريانجل اي دي سي، اي دي سي هقول سينس ان الاي دي is greater than DC، يبقى على طول زين الميجر اوف انجل اللي هي DCA او ACD
A C D is greater than the measure of angle D A C. تمام؟ طيب نخلي دي 1. ترينجل التاني. في الترينجل A B C. Since AB is greater than BC يبقى then the measure of angle ACB greater than the measure of angle BAC ودي كده number ايه؟ number 2. هنعمل adding 1 and 2 نرجع بقى lesson 1 يبقى هنعمل ده بلس ده لازم يكون greater than ده بلس ده يبقى measure of angle ACD plus measure of angle ACB لازم يكون greater than measure of angle DAC plus measure of angle BAC زي ما انت شايف ال ACD ACD وال ACB يديني DCB يبقى then the measure of angle DCB هتبقى greater than ال DAC ال DAC وال BAC يديني كلها اللي هي DAB يبقى هنا ال measure of angle DAB زي ما انتم شايفين المسائل حلها سهل جدا بنعمل merging لللوجيكس اللي خدناها في lesson 1 واللوجيك اللي احنا لسه واخدينه في ريسون 2 اللي هو ان السايد الكبير قدامه انجل كبيره والسايد الصغير قدامه انجل صغيره. تعالوا مع بعضنا نشوف الريمارك دي بيقول لي if the measure of an angle in a triangle is greater than the sum of measures of the two other angles then this angle is an obtuse angle. يعني لو لقيت عندك انجل greater than اكبر من السم بتاع other الاذر تو انجلز يبقى لازم تكون obtuse. يعني لو واحدة أكبر من اتنين مع بعضيهم يبقى لازم تكون اوبتيوز. طيب نيجي نشوف الإكزامبل ده. بيقول لي عندي الترانجل ABC in which الـ AB greater than AC. AB أكبر من AC. أفهم من كده إيه؟ الأنجل اللي قدام الـ AB اللي هي C هتبقى أكبر من قدام الأنجل اللي قدام الـ AC اللي هي الـ B. طيب وبيقول لي الأنجل BAC bisected by AD. الـ AD ده خلى الانجل دي قد الانجل دي بيقول لي بروف ان الترينجل اي بي دي از ان اوبتيوز انجل. اوبتيوز انجل يعني ايه؟ يعني في انجل عندي جريتر ذان ال 90. طيب ابداها ازاي؟ ابداها بالهنت اللي هو مدهاني. هقول ان ترينجل اي بي سي سينس ان الاي بي از جريتر ذان الاي سي يبقى ذان الميجر اوف انجل ACB اللي هي قدام الـ AB is greater than الـ measure of angle ABC وأنا عندي الـ 3 equal الـ 4 وsense إن الـ measure of angle CAD بتequal الـ measure of angle BAD خلي دي 1 وخلي دي 2 دي اكبر من دي والاثنين دول قد بعض لو عملنا ادنج لدي بلس دي لازم تبقى جريتر ذان الاديشن بتاع دي بلس دي يبقى ادنج 1 ان 2 يبقى ذان الميجر اوف انجل اي سي بي بلس الميجر اوف انجل سي اي دي ده هيبقى جريتر ذان الميجر اوف انجل اي بي سي بلس الميجر اوف انجل بي اي دي تمام؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان الاي سي بي بلس ديت اكبر من دي بلس اي بلس دي. طيب انت عندك الانجل 5 بتيكوال 1 بلس 4 لان الانجل 5 اكستيريور للترينجل ده والانجل 6 اكستيريور للترينجل ده هتيكوال 2 بلس 3. طيب وسنس ان الميجر اوف انجل اي دي بي بتيكوال
الميجر اوف انجل اي سي بي بلس الميجر اوف انجل سي اي دي اند الميجر اوف انجل ديت اللي هي اي دي سي بتيكوال معانا الميجر اوف انجل اي بي سي بلس الميجر اوف انجل بي اي دي. يعني دي كده كلها اللي هي دي اصبحت دي ودي كلها اصبحت اي دي. يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي بي دي هتبقى جريتر زين الميجر اوف انجل اي دي سي. يعني دي كده جريتر زين الايه دي كده يعني 5 جريتر زين 6. طيب انا عندي الميجر اوف انجل 5 بلس الميجر اوف انجل 6 لازم يكونوا 180. الاثنين عندي سبلمنتري. ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو في واحد اكبر من الثانيه لازم تكون الكبيره دي جريتر زين الايه ال 90 هنا. وسينس ان الميجر اوف انجل اي دي بي بلس الميجر اوف انجل اي دي سي ايكوال 180 ديجريز يبقى زين على طول الميجر اوف انجل اي دي بي لازم تكون جريتر زين الايه ال 90 عشان هي جريتر زين الثانيه. يبقى زين الانجل اي دي بي از ان اوبتيوز انجل. ده معناه زين ترينجل اي بي دي is an obtuse angle the A triangle. تعالوا مع بعضنا نشوف بعض السلكتد اكسرسايزز على ليسون 7. اول اكسرسايز معانا اكسرسايز 1 كومبليت ذا فولوينج. ذا لينسز اوف تو سايدز ان ا تريانجل ار نوت ايكوال. اوكي زين ذا جريتر سايد ان لينس از اوبوزيت تو ايه؟ اوبوزيت تو ذا جريتر انجل ان ميجر. يعني السايد الكبير قدامه انجل كبير. طيب ترانجل اي بي سي عندك الاي بي ب 7 بي سي ب 5 اي سي ب 6. السمولست انجل ان ميجر از ايه عشان ما تتلخبطش ارسمها. بيقول لك الاي بي 7 ادي الاي بي اهو اعتبر ده الكبير ادي الاي بي وادي ال 7. الاي سي ب 6 اعتبر دي كده دي كده 6 ودي كده سي ودي كده مين ودي كده البي سي اي 5. يبقى السمولست انجل قدام السمولست ايه والسمولست سايد يبقى الانجل مين الانجل اي يبقى از الانجل اللي هي بي اي سي. طيب نيجي هنا ترانجل دي اي اف عندك الدي اي جريتر ذان اي اف يبقى الميجر اوف انجل اف از ايه. انا عندي كده ادي الدي اي اهو ادي الدي اي وادي عندي اهو ادي كده الاف. الدي اي جريتر ذان الاي اف يبقى الميجر اوف انجل اف دي اللي قدام الدي اي قدام الكبير يبقى جريتر ذان الميجر اوف انجل ايه اوف انجل دي. طيب ان ترينجل اي بي سي لو عندي الاي بي جريتر ذان الاي سي جريتر ذان البي سي ذان الميجر اي جريتر اي جريتر اي خد بالك الاي بي ده هيبقى قدامه السي ده اكبر سايد يبقى قدامه اكبر انجل يبقى الانجل سي. طب البي سي قدامه مين الانجل اي يبقى اقل سايد قدام اقل انجل يبقى دي الانجل اي الانجل بي. طيب هنا اكسرسايز 2 بيقول لي ان ذا فولوينج فيجرز كومبليت يوزنج جريتر ذان اور ليس ذان. طيب الميجر عندي اوف انجل اي والانجل بي الاي قدامها سايد اكبر من البي يبقى دي هنا جريتر ذان الاي البي. الاي والسي الاي قدامها 6.2 السي قدامها 5.4 يبقى الاي اكبر من السي. طب البي والسي البي قدامها 4 السي قدامها 5.4 يبقى السي از جريتر يبقى ايه يبقى كده. طيب هنا الزد والواي الزد قدامها 4.2 الواي قدامها 5.6 يبقى الواي اكبر. الاكس والواي الاكس قدامها 2 الواي قدامها 5.6 يبقى الواي اكبر.
الزد واكس، زد قدامها 4.2 اكس قدامها 2 يبقى الزد اكبر. طيب هنا خد بالك بقى، هنا ما ينفعش تقارن بي بالدي، ما ينفعش. ليه؟ لان هما الاثنين مش في تريانجل واحد. اوكي، هنا عند البي اي سي، البي اي سي دي كده اللي هي دي، دي قدامها مين؟ قدامها ال8، والبي سي اي والبي سي اي ودي، دي قدامها مين؟ قدامها ال5. 8 ولا 5؟ 8 جريتر، يبقى الاي از جريتر. طيب دي اي سي، الدي اي سي اللي هي دي، دي قدامها 7، والدي سي اي والدي سي اي دي كده قدامها 6، يبقى اللي قدامها 7 از جريتر، يبقى دي جريتر. طيب بي اي دي، بي اي دي وبي سي دي والبي سي دي، طب انت عندك الاثنين دول جريتر زان الاثنين دول، يبقى لما اعمل الاثنين دول اديشن لازم يكون جريتر زان الاثنين دول، يبقى دي كده. نمبر 3، ارينج ذا ميجرز اوف انجلز في تريانجل ان ايتش اوف ذا فولوينج كيسز اسندنجلي. طيب الاي بي 12، البي سي 15، الاي سي 10. ممكن تجيبها من غير ما ترسم، لان الاي بي هيبقى قدامه السيمبل الثالث اللي هو ايه؟ انت عندك الترينجل اي بي سي، لما يكون عندي سايد اي بي يبقى الانجل سي هي اللي قدامها مين؟ قدامها 12، يبقى الانجل اي هي اللي قدامها 15. طب الاي سي يبقى الانجل بي هي اللي قدامها 10. طب هو عايز اسندنجلي، يعني من السمولست للجريتست، مين اقل واحد فيهم؟ اقل واحد فيهم ال10. يبقى انا اول حاجه عندي الانجل بي هتبقى سمولر زان الانجل سي، هتبقى سمولر زان الانجل اي. طب نيجي هنا الاي بي، يبقى عندي الانجل اسمها ايه اللي قدام الاي بي؟ اسمها سي. طيب البي سي يبقى الانجل اي، الاي سي يبقى الانجل ايه؟ بي. طب نيجي نشوف هنا مين اقل واحد؟ الانجل سي، يبقى الانجل سي للزان الانجل بي للزان الانجل اي. بروبلم 8 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر مديني تريانجل اي بي سي، ومديني البي ام بيبايسكت الانجل بي والسي ام بيبايسكت الانجل سي، وبيقول لي ان الام سي از جريتر ذان الام بي، ودي اول خطوه اللي انا هبدا عليها المساله. بيقول لي بروف ان الاي بي سي جريتر ذان الاي سي بي، عايز ان الانجل دي جريتر ذان دي. طيب انا عندي هو مديني الام سي جريتر ذان الام بي، يبقى الانجل اللي قدام الام سي هتبقى اكبر من الانجل اللي قدام الام بي، يعني الانجل دي از جريتر ذان مين؟ الانجل دي. طيب دي اكبر من دي ودي قد دي، يبقى دي كلها اكبر منين؟ من دي كلها، يعني توايس دي لازم يكون جريتر ذان توايس دي، يبقى الانجل بي از جريتر ذان الانجل سي، وهو ده اللي هو ايه اللي هو عايزه. نيجي نشوف مع بعضنا نكتب بروف ازاي. ان تريانجل MBC أو BMC، since إن الـ MC is greater than MB، يبقى then الـ angle اللي قدام الـ MC اللي هي أنجل B اللي هي MBC، المجرور أنجل MBC is greater than المجرور أنجل MCB. تمام؟ طيب انا عندي الام البي ام بيبايسكت الانجل ايه؟ الانجل دي، والسي ام بيبايسكت الانجل دي، والسنس ان البي ام بيبايسكتس الانجل اي بي سي، ده معناها زين الانجل ام بي سي الميجر اوف انجل ام بي سي بيكوال معايا الميجر اوف انجل ام بي اي، وسنس ان السي ام ري بايسكتس الانجل اي سي بي، يبقى زين الميجر اوف انجل ام سي بي هي ايكوال الميجر اوف انجل ام سي اي. اوكي، يبقى المفروض ان اي بي سي كلها توايس مين؟ توايس دي. طيب هنقول ان دي كده 1، طيب دي عندي انيكواليتي وده جريتر ذان ده، احنا اتفقنا لو عملت مالتيبليكيشن للتو سايدز بتوع الانيكواليتي في اني نمبر المفروض ان الانيكواليتي تفضل ترو او ما يتغيرش الايه الكونسترين بتاعها،
يبقى ملتبلاي 1 باي 2 يبقى زين توايس الميجر اوف انجل ام بي سي هيبقى جريتر زين توايس الميجر اوف ايه ام سي بي. طب توايس الميجر اوف ام بي سي اللي هي مين؟ اللي هي الانجل اي بي سي. يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هيبقى جريتر زين توايس الميجر اوف ام سي بي اللي هي الانجل كلها اي سي بي. الميجر اوف انجل اي سي بي. نيجي اللي بعد كده. ترينجل اي بي سي مديني الاي بي كلها از جريتر زين الاي سي. افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان الانجل سي از جريتر زين الانجل بي. ومديني ده بارل ده بيقول لي بروف ان الاي واي اكس اي واي اكس جريتر زين الانجل دي. طبعا احنا قلنا دي اكبر من دي وعندي ده بارل ده دي ودي الاثنين كورسبوندنج ودي دي الاثنين كورسبوندنج يبقى دي جريتر زين دي. نحلها مع بعضينا ازاي؟ هنقول ان ترينجل اي بي سي سينس ان الاي بي از جريتر زين الاي سي يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي هيبقى جريتر زين الميجر اوف انجل اي بي سي. تمام. وسينس ان الاكس واي is parallel to BC and CY is the transversal يبقى زين ال measure of angle ACB هي equal معايا ال measure of angle AYX ليه؟ عشان الاثنين corresponding angles. وسنس ان الاكس واي بارلل بي سي والمره دي بقى الاكس بي از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هي ايكوال معايا الميجر اوف انجل اي اكس واي وبرضه هما الاثنين كورسبوندنج انجلز. نخلي دي كده 1 ونخلي كده دي 2 ودي كده ايه 3 from 1 and 2 and 3 يبقى زين الميجر اوف انجل اي واي اكس هيبقى جريتر زين الميجر اوف انجل اي اكس واي. In the opposite figure مديني triangle ABD وعندي C that belongs to BD such that AC is greater than AB. دي الانيكواليتي اللي هبدأ عليها حل المسألة. بيقول لي prove that the measure of angle ABD ABD الانجل دي كلها greater than the measure of angle D. طب أنا عندي البداية بتاعتي AC greater than AB. طب مين اللي قدام AC؟ اللي قدام AC is the angle B. طب مين اللي قدام ال AB؟ اللي قدام ال AB is mean is angle C. يبقى انا عندي هقول ان triangle ABC since ان ال AC is greater than ال AB يبقى زين ال measure of angle ABC is greater than ال measure of angle ACB. طيب خد بالك بقى ايه علاقة دي بالموضوع ده؟ دي بعيدة جدا. طيب هو انت مش السي دي اكستيريور بالنسبة للتريانجل اي سي بي؟ يبقى السي دي لازم هتيكوال الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل دي. يعني لازم السي تكون ايه؟ اكبر من الدي. يبقى البي اكبر من السي والسي اكبر من الدي يبقى البي اكبر من الايه؟ من الدي. وسنس ان الانجل سي از ان اكستيريور انجل for the triangle ACD يبقى زين
الميجر اوف انجل اي سي بي هتيكوال معانا الميجر اوف انجل سي اي دي بلس الميجر اوف انجل اي دي سي. طيب دي بتيكوال الاثنين دول مع بعض، يبقى لازم تكون دي جريتر ذان دي، يبقى ذان الميجر اوف انجل اي سي بي از جريتر ذان الميجر اوف انجل اي دي سي. ممكن نخلي دي 1 ونخلي دي ايه ونخلي دي 2، ده جريتر ذان ده وده جريتر ذان ده، يبقى لازم دي تكون جريتر ذان ايه دي، يبقى فروم 1 و 2 يبقى ذان الميجر اوف انجل اي بي دي او اي بي سي از جريتر ذان الميجر اوف انجل اي دي سي، وده اللي عندي الايه الريكوايرد. طيب نيجي للمساله اللي بعد كده، بيقول لي الاي بي سي دي از ا ريكتانجل ومديني الاكس بيلونجز تو الاي دي ساتش ذات الاكس سي از جريتر ذان الاكس بي، يبقى دي اللي حابني عليها الشغل بتاعي كله. بيقول لي بروف ذات الميجر اوف انجل اي بي اكس اللي هي دي اي بي اكس ليس ذان الميجر اوف انجل اكس سي دي اللي هي الانجل ايه الانجل دي، يعني دي جريتر ذان دي. نبدا مع بعضينا بالهنت اللي هو مدهاني ان الاكس سي جريتر ذان الاكس بي. لما يكون اكس سي واكس بي فين الترينجل اللي بيحتويهم اللي هو الاكس بي سي، يبقى ان ترينجل اكس بي سي سينس ان الاكس سي از جريتر ذان الاكس بي، يبقى ذان مين اللي قدام الاكس سي؟ قدامه الانجل دي اللي هي دي كده اللي هي الاكس بي سي، يبقى الميجر of angle XBC هتبقى greater than ال measure of angle مين اللي قدام ال XB الانجل دي اللي هي XCB XCB. طيب المفروض ان الانجل دي كلها والانجل دي كلها الاثنين 90، تمام؟ يبقى لما اقول 90 minus ده و 90 minus ده، دي خد بالك دي اكبر من دي، يبقى ال 90 minus حاجة كبيرة يديني حاجة صغيرة وال 90 ماينس حاجه صغيره يديني حاجه كبيره، يبقى لازم اعكس الكونسترين ده، يبقى زين ال 90 ماينس الميجر اوف انجل اكس بي سي لازم تكون ليس زين ال 90 ماينس الميجر اوف انجل اكس سي بي. ليه؟ عشان دي اكبر من دي، يبقى ال 90 لما اخد منها حاجه كبيره لازم تكون اقل من ال 90 لما اخد منها حاجه ايه صغيره. يبقى ال 90 ماينس ال اكس بي سي يديني مين؟ يديني دي ال اي بي اكس، يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي اكس هتبقى ليس زين ال 90 ماينس ال ايه؟ ال اكس سي بي يديني مين؟ يديني دي اللي هي المطلوبه اللي هي الاكس سي دي الميجر اوف انجل اكس سي دي، وهو ده اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. اكسرسايز 16 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر مديني الاي بي سي زان ايكوالاترال تريانجل، يعني عندي السايد ده قد السايد ده قد السايد ده. بيقول لي whose side length is 7، يعني لما يكون ده 4 يبقى ده كده 3 سنتيمتر، لما يكون ده 5 يبقى ده 2 سنتيمتر. وبيقول لي ال D بتبلونجس لل A B وال E بتبلونجس لمين؟ لل A C، ومديني الانفورميشنز اللي هي دي. بيقول لي بروف ذات الميجر اوف انجل A E D A E D اللي هي دي كده greater than A L 60. اولا دي كده كام؟ دي كده 60 degrees. طيب ودي كده عندك كام؟ ودي 60 ودي كام؟ ودي 60. اوكي تعال نشوف الترينجل اي اي دي. عندي الانجل دي قدامها ايه؟ قدامها 3، وعندي الانجل اي قدامها مين؟ قدامها 5. يبقى واضح ان الانجل اي از جريتر ذان الانجل دي، ولما يكون اي ودي الاثنين دول لازم يعملوا 120 ودي اكبر من دي، يبقى لازم الاي تكون جريتر ذان ايه؟ جريتر ذان 60. هنقول مع بعضينا ان ترينجل اي بي سي سينس الاي بي ايكوال البي سي ايكوال الاي سي، يعني ايكوالاترال. يبقى زين الميجر اوف انجل اي ايكوال كام؟ 60 ديجريز. طيب وان ترينجل اي اي دي
since ان الميجر اوف انجل A equal 60 degrees يبقى زين الميجر اوف انجل E بلس الميجر اوف انجل D لازم الاثنين يكونوا 180 minus 60 اللي هي 120 degrees. طيب وسنس ان ال AD is greater than ال AE يبقى زين الميجر اوف انجل E is greater than الميجر اوف انجل D. يبقى سنس ان الميجر اوف انجل E is greater than الميجر اوف انجل D والاثنين مع بعضهم 120 والميجر اوف انجل E بلس الميجر اوف انجل D equal 120. ده معناها ان الميجر اوف انجل E اللي هي الاكبر من D must be greater than must be greater than 60. تعال نجرب كده. افرض هي قلت عن 60 50 59 يبقى التانية لازم تكون 61 عشان الاثنين يعملوا 120 وبالتالي مش هتحقق. يبقى عشان تكون greater than دي لازم تعدي الايه ال 60 يبقى then ال measure of angle A E D is greater than الايه ال 60. وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاعنا النهارده. الليسون بتاعنا كان بيتكلم عن ازاي اعمل comparison between the angles according to side lenses. الدرس سهل مفيش فيه اي مشاكل خالص ان شاء الله. يونت 5 كلها مش هتلاقوا فيها اي مشاكل خالص وبالتوفيق ان شاء الله.